من فنون الأدب اختيار اللفظ المناسب، حتى قالوا لكل مقام مقال، فيقال للمريض معافى، والأعمى بصير، والأعور كريم العين. وكان هارون الرشيد قد رأى في بيته ذات مرة حزمة من الخيزران، فسأل وزيره الفضل بن الربيع ما هذه؟ فأجابه الوزير: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. لماذا لم يقل إنها الخيزران؟ لأن أم هارون الرشيد كان اسمها الخيزران، فالوزير يعرف من يخاطب، فلذلك تحلى بالأدب في الإجابة. وأحد الخلفاء سأل ابنه من باب الاختبار: ما جمع مسواك؟ فأجابه ولده بالأدب الرفيع: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. فلم يقل الولد مساويك، لأن الأدب هذب لسانه وحلى طباعه. وخرج الخليفة الثاني عمر يتفقد المدينة ليلا، فرأى نارا موقدة، فوقف وقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. ولما سئل العباس رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب العباس قائلا: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. ما أجملها من إجابة في قمة الأدب لمقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاختيار الألفاظ قيمة ضاعت للأسف في مجتمعاتنا، وأصبح بعضنا يبرر ذلك لنفسه ببعض الكلام، مثل: أنا صريح، أنا أتكلم بطبيعتي، أو أنه بذلك يبتعد عن النفاق والحقيقة. إن هناك فرقا كبيرا جدا بين النفاق وبين مراعاة مشاعر الآخرين، وبين الصراحة والوقاحة. يجب أن نعي جيدا أن بين كسر القلوب وكسبها خيطا رفيعا اسمه الأسلوب. دمتم بخير وفضل من الله. السلام عليكم.